السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. من ضمن وظائف المستقبل يبقى في شخص مسؤول عن ان هو يكتب البرومت بحيث يطلع نتيجة قوية، برومت انجينير. فأصبح في فعلا وظائف كده متخصصة في كده. طيب عايزين نشوف أمثلة على الموضوع دوت. مثلا اهوت ده توب برومت انجينير جوب، ده مثلا هيبقى متخصص في ان هو يتكلم مع جي بي تي. طب ما هو الراجل نفسه يتكلم، لا هو عايز حاجه نتيجه قويه، حد يكون عنده خبره في المجال، وحد عنده مهاره في ان هو يكتب حاجات تطلعه الافضل نتيجه بالشكل دوت. دي المطلوب في الوظيفه، ولو انت عندك الخبره دي تقول له ابلاي. طبعا خبرة مش 20 سنة، لان ده هيبقى كدب يعني، بس عندك الامكانية، عندك القدرة، تمام. مش مطلوب عدد من السنين معين، المهم تكون بتعرف تتعلم مع ال ام وتقدر ان انت تطلع نتيجة كويسة، وده اللي احنا بنركز عليه في الفيديوهات اليومين دول على القناة. طيب دي من ضمن الوظائف اللي موجودة، والمرتبات بتاعتها كويسة جدا، لان قليل اللي عنده الخبرة فيها، قليل اللي بيعرف يشتغلها، قليل اللي مهتم بيها. طيب هنا دي الوظائف بتاعت الارتفيشال انتليجنس، ودي بيكون محتاجة حد يكون عنده خبرة أفضل، أو حد بيعرف برمجة وهكذا. في الأغلب بيكون للمبرمجين، فدي اللي هي البرومت انجينير مش محتاجة مبرمجين. طيب عايزين نشوف الأمثلة على الموضوع دوت. طيب هنا بتبدأ تعمل سيرش مثلا على كلمة معينة، وهو يبدأ يفلتر لك الصور، بحيث تيجي انت بقى الصور، كل صورة من دول تقدر تدوس عليها يديك البرومت اللي مستخدم، فتبدأ تدرب عليها، تمام. تبدأ تشوف ده هو نو بلور، نو بيرسون، نو لاينز، فبدأ يخصص النتيجة. يعني ممكن حد مثلا عايز يطلع صورة زي دي، يكتب كلمة او كلمتين، يقول مثلا عايز ريد دراجون، فتطلع له الصورة مفيهاش تفاصيل دي، مفيهاش حاجة اللي هو عايزها بالظبط، فلا بيبقى فيه مهارة شوية. طيب تعالى نرجع كده، تقدر تكتب كلمة وتشوفها. ممكن تقول له مثلا أنا عايز بورتريت، فيبدأ يجيب لك بالشكل دوت. عايز فوتوغرافي. طب أنا عايز بقى حاجة مثلا أنيمي، بحيث إن أنت بتتدرب عليها. طيب أنا مثلا عايز كونسبت أرت. طيب خلينا في الحاجات المعمارية، أركتكتشر، فيبدأ يجيب لك الحاجات دي، المباني بالشكل دوت، تبدأ انت تشوفها. طيب اللاندسكيب دي افضل ناس، مثلا افضل صور اتعمل لها لاندسكيب في الديل اي والميدجورني والستيبل ديفيجن وشات جي بي تي، يبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. طيب ممكن بقى تقول له انا عايز بقى اشوف لوجو ايكون ديزاين، الانتيريور ديزاين، طيب ممكن بقى انت تبدا تشوف مثلا صوره زي دي وتاخد منها افكار وتديها لاي برنامج من البرامج دي. مثلا الصوره دي معموله بالميد جورني، ممكن تقول له انا عايزها كوبي، وتدخل تعدل فيها وتروح مثلا لحاجه زي الديل اي، وتقول له اعمل لي صور بالشكل دوت وجنريت، يجيبلك بالشكل دوت. خلي بالك مختلفة تماما أكيد عن الصورة اللي أنت عاملها، تمام. ليه؟ لأن أولا محرك البحث، المحرك اللي بيكون الصور مختلف. تاني حاجة إن هو مش بيعمل سيرش في قاعدة البيانات، إن هو بيوجد لك صور جديدة، فأنت لازم كل مرة بتبدأ تغير طريقة البرومت في كل واحدة فيهم، بتحتاج إن أنت تفهم الفكرة بتاعته وتقدر إن أنت تعدل عليها. ممكن تعمل أبلود للصورة نفسها وتقول له عدل عليها، تمام. يعني ممكن تعمل داونلود للصورة ديت، وبعد كده ترفعها تاني هنا، تقول له ابلود وترفع الصورة وتعمل التعديل اللي انت عايزه، تقول له مثلا ظبط الإضاءة شوية، الغي لون معين، زود لي لون معين وهكذا. فجهازه لوظائف المستقبل، الذكاء الصناعي زي ما بيلغي وظائف بيوجد وظائف، زي ما كان في مثلا
صحافة معينة وبعد كده شكلها اختلف، فبدأت مفيش حد بيشتري قرنين تقريبا يعني، وبدأ يبقى في وظائف أكتر على المواقع الإلكترونية الإخبارية وهكذا. فالذكاء الصناعي بيوجد ويخفي، فخليك في الوظائف اللي ليها مستقبل.